شوف ايضا الحكم اللي اصدرته محكمه جنايات القاهره بالتجمع الخامس برئاسه المستشار محمد عامر وعضويه المستشارين علي النمر والمستشار جمال رجب. انتوا عارفين في قضايا التعذيب في رابعه العدويه كانت كثيره ومتعدده، عشان البعض اللي بيقول انه هذا الاعتصام كان سلميا، الاعتصام كان دمويا مسلحا همجيا. تم تعذيب سايس غلبان كان عايز ياكل عيش، شكوا فيه، عذبوه وقطعوا اصبع من اصابع يده، وبعدين هم واخدينه عشان يبعدوه ويقتلوه في التجمع الخامس، لولا انه احد ضباط الشرطه في كمين سمع صوته والقى القبض على المتهمين اللي حكم عليهم اليوم بثلاث سنوات سجن. والمحكمة في حيثياتها يعني لولا عدول المتهم، لولا عدول الضحية عن أقواله، المعلومات بتقول أنه تم التأثير على الضحية لكي يغير أقواله، والمحكمة تيقنت من ذلك من خلال تناقض كلامه في النيابة والمحكمة، ومع ذلك أصدرت حكمها بحبس المتهمين بتعذيب أحد المواطنين الضحايا في اعتصام رابعة. هذه القضية من القضايا التي يمكن في قضايا عديدة، قضايا تعذيب وحشي لمواطنين في اعتصام رابعة، لابد أن نجمع هذه القضايا عشان نقول للناس أنه هذا الاعتصام لم يكن سلميا، كان دمويا وهمجيا. حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من محمد عبد الحي حسين الفرماوي ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي وشهاب الدين علاء الدين أحمد وأحمد فاروق أحمد وهيثم السيد العربي محمود بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بوصف التهم من الثانية والثالثة والرابعة وأزمتهم المصاريف الجنائية وببراءتهم مما أسند إليهم بوصف التهمة الأولى. انتهت الجلسة.